شكرا. وعود الرئيس هي وعود انتخابية لا غير، ولكن بعد نتيجة انتخابات تصبح الموازين القائمة هي التي تتحكم في كل شيء، في حين أن مبادرة الحركة يضمن تطبيقها حكومة قبل الانتخابات يرأسها رئيس توافقي، وتكون فيها أحزاب المعارضة حاضرة وهي الضامنة لعدم التلاعب بما يتفق عليه، وكذلك الندوة الوطنية والإصلاحات تكون قبل الانتخابات ليس بعدها.